مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. إن شاء الله هنكون معاكم من واحدة لاتنين. مستنين طبعا تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي ظهر قدامكم على الشاشة. كلمونا طول الحلقة واسألونا على أي حاجة حابين إن احنا نجاوب عليها. النهارده عاملين وصفات حلوه جدا وسهله وسريعه، تقدروا برضو افكار كده تعملوها بطريقه حلوه جدا. تعالوا اول حاجه كده هنعملها مع بعض، هنعمل مع بعض دبابيس مع البطاطس كده بطريقه حلوه جدا، وهنعمل لها صوص ليمون وهنبدا ان احنا نشغلها كده بطريقه حلوه قوي. تعالوا كده نقول المقادير ونشتغل فيها مع بعض. عندي دبابيس فراخ مع البطاطس والليمون، محتاجه عندي دبابيس فراخ وعندي ملح وفلفل وبابريكا وبهارات وبطاطس، وعندي كمان بشر ليمون وعصير ليمون وتوم ومية ونشا وزعتر وروزماري. هقول تاني المقادير، عندي دبابيس فراخ وملح وفلفل وبابريكا، وعندي كمان بهارات وبطاطس وبشر ليمون وعصير ليمون وتوم ومية ونشا وزعتر وروزماري. تمام، يعني تعالوا بقى نبدا ان احنا ايه نشتغل كده واحده واحده مع بعض. اول حاجه طبعا هتسخنوا كده ايه طاسه على النار او صينيه او اي حاجه هتشتغلوا فيها، حله اللي انتوا عايزينه، وهنبدا بقى ايه نحط فيها الزبده وشويه الزيت عشان نحمر عندي الدبابيس. دبابيس عندي اهي زي ما انتم شايفين كده، هبدا ان انا اعمل لها فتحات كده صغيره. هجيب كده البلانشا، فين هي اهي، هجيب البلانشا كده، اخدي احسن، وهجيب سكينه اعمل كده فتحات فيها بسيطه. لا اهو كده اعمل فيها كده ايه فتحات كده بسيطه بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده، حابين تشيلوا الجلد انا بصراحه هسيبه اهو. وابدا بقى ايه احمر الدبابيس اللي عندي او اشوحها في زبده وزيت. نبدا كده ايه نلبس الجلوفز ونحط شويه زبده كده مع شويه زيت في الطاسه او في الصينيه عشان يسخن. مهاني صباح الفل. حلوين، عامله ايه حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل والله يا حبيبتي. الله يخليك حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. تسلميلي. الحمد لله والله. الاولاد عملوا ايه امبارح؟ اهو تمام، كله بيقولوا تمام الحمد لله. بنشوف بقى يا رب حبيبتي يا رب. شيفي اسماء ما عملتلناش ايه قولي لي والحاجات دي. حاضر عينيا والله. لا بصي انا محضره لكم شويه حاجات في الشتاء رهيبه. اتفرجتي امبارح على الكسكسي؟ ده روعه، لازم تعمليه، طعمه بصي فظيع، طعمه سهل جدا واستحاله هتتخيلي ان هو مش كسكسي. يعني لا استحاله. لا لا، فكره الدي اس بي دي جديده جدا والله، حلوه وطعمه تحفه، وكمان يعني مش شكل بس، لا الطعم رهيب، الطعم بجد فظيع ولازم تعمليه. الله يخليك يا حبيبتي، كل حاجتك جميله وانت جميله. تسلمي يا حبيبتي والله، ربنا يخليك. الله يخليك، تسلمي لي. طبعا على عندك، ويا رب يكون ولاد استاذ ياسر عملوا كويس. هو يعني بنتمنى، هو كله بيقول الله كويس، الله يعملوا كويس باذن الله. هو كل الناس بتقول كويس، مفيش حد يقول وحش. ربنا يوفقهم يا رب حبيبتي. يا رب كل حبايبنا. الله يخليك، ومدام احلام ورشا ومرامي وكل الناس. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي يا حبيبتي، نهارك جميل يا حبيبتي، تسلمي. هنبدا بقى ايه نشوح الدبابيس اهو كده. دي كده تشويحه، عايزه بقى احمرهم كويس جدا. يعني انا بصراحه تحميره الفراخ دي بتفرق معايا جدا جدا، بحس ان هي من اكتر الحاجات اللي انا يعني ببقى عايزه اعملها كويس جدا، ان انا اشوح الفراخ كويس قوي. تمام. ام مينا صباح الفل. صباح العسل. عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله
في نعمه نشكر ربنا. عامله دايما ايه يا رب؟ الحمد لله يا حبيبتي والله تمام بخير والله. طيب انا رابعه عامله ايه؟ اهو تمام اهو تمام اهو شغالين اهو. حبيبتي الله يخليك ربنا قوي كل الامهات والله. من حلقه المجدره وانا بتصل كل يوم صدقيني. معلش معلش والله والله بتبقى غصب عننا والله موضوع برانا خالص. احنا بنبقى عايزين نسمع صوتكم اكيد يعني كل يوم 50 مره والله بجد. يا رب يخليك ده من ذوقك بس بصراحه حلقه جميله خلي. جدا بشكرك عليها. تسلمي. حلقه عدسه هنعمل حلقات كده كتير ان شاء الله. عايزين كتير في صيام الشهر. ايوه لا لا ما تقلقيش احنا كمان الصيام وكمان بصراحه الشتاء يعني بيشجعنا ان احنا نعمل الاكلات الحلوه دي يعني اللي بنقعد كتير قوي ما بنعملهاش فان شاء الله هنعملها. لا والخضار حلو في الشتاء بالظبط. هو الشتاء خضار انا دايما بستنى الشتاء ده بيبقى فعلا فيه افكار حاجات كتير جدا ممكن تتعمل من غير لحمه وفراخ كتير جدا بجد يعني افكار الخضار اللي بتبقى موجوده بنعرف نعمل منه تفاصيل كتير فان شاء الله نعمل حاجات حلوه قوي مع بعض حبيبتي. ربنا يخليكي لينا يا روحي. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. هتبداوا الصيام امتى قولي لي؟ يوم 25. 25 سجلي يا ندى عندك 25 عندنا وصفات صيام. ل 7 يناير 43 يوم. ايوه. الصيام ده فيه سمك خلي بالك. ايوه ماشي لا احنا معاك ما تقلقيش هنظبطكم. سمك من غير بقى اللي هي الحاجات الزبده. ايوه ايوه فاهمك. ماشي يا روحي. ماشي يا حبيبتي ماشي. تسلمي. بصوا هنرش بقى شوية فلفل اسود هنرش شوية بابريكا كده بالشكل ده هرش شوية بهار هرش شوية زعتر شوية روزماري ملح هنبدأ بقى نحط البهارات بتاعتنا كده وهبدأ بقى ايه ألف كده الدبابيس عشان تتحمر كويس من كل الاتجاهات برضو من الناحية التانية كده ايه أعيد نفس البهارات دي عشان تبقى اتبهرت من كله اهو هحط شوية البابريكا شوية الفلفل الأسود وشوية بهار فراخ أو بهار مشكل على حسب اللي موجود عندكم وشوية الزعتر تمام أوي كده عندي بقى هنا بشر الليمون مش هحطه دلوقتي عشان مش عايزة الـ يمرر عندي أو يتحرق أو الكلام ده كله فعايزاه يعني ياخد وقته كده ومش عايزاه يتحرق خالص في الوقت ده بصوا بقى بقلب كده الفراخ بالشكل ده لحد ما تتحمر معايا كويس جدا تمام اهو حمر كده كل الفراخ من كل الجوانب اهو حمرها كويس قوي خلاص في التوقيت ده هنبدا بقى ان احنا عايزين نخرج الفراخ عشان نبدا ان احنا نعمل الصوص بتاعنا بس قبل ما نخرجها معلش خليني يعني ايه اخدها كده شويه تسويه كده مع البطاطس وبعدين ايه نبدا نعمل الصوص بتاعنا خليني كده اخد البطاطس على جنب رشا صباح الفل الجمال يا سمسم حبيبتي ازيك يا حبيبتي هناخد الفراخ على جنب عشان انا زعلانه مش عارفه اشوفك ليه اهو ليه انت فين نور مقطوع معلش معلش حبيبتي اشافك بقلبي والله حبيبتي يعني الله يخليك ربنا يخليكوا يا حبيبتي تسلمي حبيبتي تسلمي الله يخليك طلب منك حتى قلت لندى انا كنت حاولت اكلمكم تاني امبارح عايزه التتبيله بتاعت الفراخ والبطاطس بتاعت امبارح حاضر اللي احنا عملناه امبارح عينيا حاضر تسلم عينيك انا مطلعه الفرخه والله وعايزه اعملها هقولها لك حالا حاضر انت مش سامعاني صح؟ انا هسمعك معلش هسمعك في التليفون طيب بصي هتجيبي شويه زيت وهتحطي عليهم علبه زبادي ومعلقتين صلصه وحطينا عليهم معلقه سكر وحطينا بصل باودر وحطينا ثوم مفروم وملح وفلفل وشويه بابريكا وبهارات وقلبنا كل الكلام ده مع بعض كويس قوي وحطينا عليه حوالي نص كوبايه ميه ومكعب مرقه دوبناه في النص كوبايه ميه وقلبنا كل الكلام ده مع بعض وقلبنا معاه البطاطس والفراخ ودخلناها الفرن
تمام. انا الفرخه عادي ممكن اسيبها زي ما هي، مش عايزه اخليها. ممكن بصي ممكن تفتحيها بس تبقى منديل كده عشان تدخل جواها، يعني ما تخليهاش مقفوله، يعني خليها كده ايه، افتحيها من الظهر كده، خليها متبططه كده. ممكن واخلي البطاطس من تحتها بالظبط كده. طب الميه دي مش قليله يا اسماء؟ بصي عايزه تزودي ميه وانت شغاله، ممكن تزودي نص كوبايه ميه، يعني شوفي على حسب كده انت عايزه ايه، يعني على حسب ما الصينيه تعوز ايه. تمام؟ يعني غطيها الاول بفويل كمان، هي بتنزل ميتها مع الفراخ والكلام ده كله، وبعد كده شوفي محتاجه ميه تاني ولا لا. ما خدهاش غلوتين من فوق ولا دخلها على طول؟ بصي مش بتحتاج غلوتين من فوق، هي في الصينيه كده في الفرن، غطيها بس بفويل كده شويه، وبعد كده شيلي الفويل او العكس، او شيلي الفويل خليها تتحمر وبعدين غطيها فويل، وشوفي بقى على حسب ما انت تحتاجي ميه. يعني ممكن البطاطس اعملها حلقات مش مكعبات؟ حلقات او مكعبات عادي، اي حاجه. طب تمام اي حاجه، مفيش مشكله خالص. ربنا يخليكي لينا حبيبتي، والله ما اتحرمش منكم. الله يخليكي. واصبح على كل حبايبي بقى، للاسف مش عارفه اشوفك خالص حبيبتي، معلش ان شاء الله تعوض بكره باذن الله يا حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي. الله يخليكي. سلامي لاسره البرنامج ولحبايبنا كلهم. الله يخليكي. عشان ما انساش حد. تسلمي لي حبيبتي. رعايه الله. ميرسي يا ندى جدا حبيبتي. تسلمي. بصوا بقى اهو كده، هبدا بقى ايه في المرحله دي. انا عايزه اعمل شويه الصوص اللي عندي، احط الثوم واحط بشر الليمون. بصوا بقى الريحه، الثوم مع بشر الليمون مع الزعتر والروزماري اللي احنا حاطينه خطير، مش قادره اقول لكم اول ما الليمون والثوم نزلوا مع بعض ريحه الفراخ بقت عامله ازاي. هقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض، اديله بقى تقليبه محترمه كده تمام، وابدا اجيب الميه. هنا الميه اهي، احط بقى الميه، وعندي هنا معلقه نشا كده هدوبها في شويه يعني شويه ميه كده مع عصير الليمون، واحطها في الاخر بعد ما الفراخ تستوي. يعني هجيب كده بوله صغيره او حاجه اوريكم هنعمل فيها اهو. بصوا معلقه النشا دي اهي، هحط عليها عصير ليمون تمام، وشويه ميه، متبقاش بس ميه سخنه عشان ما تكلكعش معاكم اهو، وهقلبهم مع بعض وهسيبهم، هحطهم في الاخر خالص اهو. هدوب بس النشا كده يبقى داب مع الليمون وشويه الميه، وهحطهم في الاخر خالص، هسيبهم على جنب قبل ما احطهم برضو، اديهم تقليبه، هحطهم كده على جنب تمام عشان لما الفراخ تستوي احطهم. فاحنا كده سايبين الفراخ تستوي مع البطاطس بالشكل ده، هنغطيها ونسيبها تاخد وقتها في السوى براحتها خالص. تعالوا بقى نغطيها. حابين برضو تسووها في الفرن تمام، حابين تسيبوها على النار من فوق برضو تمام اهو، هغطيها واسيبها تستوي براحتها خالص. يبقى احنا عملنا ايه، تعالوا نقول بسرعه كده قبل ما نطلع الفاصل. احنا جبنا الدبابيس حمرناها في زبده وزيت، وحطينا عليها ملح وفلفل وبابريكا وشويه روزماري وزعتر، وحطينا كمان بهارات فراخ او بهارات مشكله، اي بهارات انتوا بتحبوا طعمها عندكم. وبعد كده حطينا قلبنا كل الكلام ده كده مع بعض، وحطينا البطاطس قلبناهم برضو مع نفس البهارات والزبده والزيت اللي احنا بنحمر فيها الفراخ، ووسعنا كده حته، حطينا شويه الثوم المفروم، بشر الليمون، وشوحناهم برضو وقلبنا كله على بعض. وحطيت في بوله كده معلقه النشا مع شويه عصير ليمون، مع عصير ليمونتين كده، وحوالي ربع كوبايه ميه، وقلبتهم مع بعض عشان يدوبوا خالص. هتقل بيهم الصوص بعد ما الفراخ تستوي، يعني بعد ما الفراخ تستوي خالص هتقل بيهم كده الصوص في الاخر عشان يديني طعم الليمون الحلو اللي انا عايزاه في الصينيه بتاعتي. دي كده صينيه الفراخ اللي خلصناها. معانا مين؟ هاجر، صباح الفل، ازيك يا هاجر؟ صباح الفل هاجر معانا؟
طب حاولي تكلمينا تاني حبيبتي. ماشي حبيبتي، تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا، استنونا.